افتتحت جمعية تيرو للفنون فعاليات مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بنسخته 11، وذلك بمشاركة 29 فيلما من 27 دولة، حيث تخللت تكريما للمخرج الراحل لؤي فاضل والكاتب عبد الكريم سلامة من العراق. واني نيابة عن أشكركم على هذه المبادرة الجميلة أنه ذكرتوا السنه شعار هذا المهرجان السينما تقاوم، وهو تحيه من صور الى اهلنا بغزه. اليوم عم بيشارك معنا بهذا المهرجان 29 فيلم من 27 دوله، هالافلام تتوزع بين الروائي والوثائق والتحريك، واليوم من المكرمين بهذا المهرجان المخرج العراقي لؤي فاضل. اليوم عم نقدم له تحيه من مهرجان صور، وكان معنا بالمهرجان السابق، وعم نعرض اليوم فيلم من الفيلم اللي فاز معنا السنه الماضيه، بالاضافه الى تكريمنا للكاتب العراقي عبد الكريم سلامة كمان من البصرة عم نحتفي فيه، وبالتعاون طبعا مع نقابة الفنانين العراقيين اللي كمان عم يتعاونوا معنا بهذا المهرجان اللي سبق نحن وقعنا اتفاقية تعاون مع مهرجان بغداد السينمائي الدولي. جائزة أفضل فيلم وثائقي فازت بفيلم التحدي للمخرج العراقي جعفر علي. تتنافس الأفلام على جوائز متنوعة تشمل أفضل فيلم روائي ووثائقي وتحريك، إضافة إلى جوائز فنية أخرى، حيث يعكس هذا الحدث التفاؤل والإصرار على استمرار التظاهرات الفنية رغم التحديات التي قد تواجهها المنطقة. شكراً لكل القائمين وشكراً لجهودهم، وهم يكرمون هذه السنة الفنان العراقي الراحل المخرج الشاب لؤي فاضل، وكذلك يستضيفون الكاتب البصري العراقي عبد الكريم العامري، وأفلام من أوروبا، من أسبانيا، من البرتغال، من البرازيل، من دول عربية، من تونس، من العراق، من الأردن، ولخريجين ولأول مرة بكون ما بيحضروا معنا المخرجين أو صانعين المحتوى لأنه الظروف الأمنية، ومنعتبر هذه تحية للأشياء اللي عم بتصير حوالينا. طبعا هذا المهرجان بيجي بوقت وظروف فيها تحدي كتير كبير، خاصة بظروف اللي عم نعيشها سواء بفلسطين أو بجنوب لبنان أو بالمنطقة بشكل عام. الهدف من هيك مهرجانات هو بطبيعة الحال لإعطاء رسالة أنه نحن ناس منحب الحياة، وهيدي الأرض دائما معطاء على كل الأصعدة، وخاصة في مجال الفن والسينما. يشكل مهرجان صور السينمائي الدولي منصة مثالية للمخرجين الشبان والمحترفين لتقديم أعمالهم والتفاعل مع جمهورهم، مما يساهم في تطوير صناعة السينما على المستوى المحلي والإقليمي. لصباح الخير يا عراق، نيفين ساموري، صور.